أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأحاديث الواردة في كتاب النكاح، وبدأ في أوله بالأحاديث التي تحث على النكاح، والنكاح لا شك أنه من سنن المرسلين كما سيأتي، وأنه مشروع ومستحب في الجملة. عندما نقول في الجملة أي مطلق النكاح. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عنه، وفي المقابل في النهي عن تركه وعن التبتل. ولذلك ذكر الشيخ تقي الدين وغيره أن من ترك النكاح وجميع الشهوات تدينا فإنه ضال مبتدع. نقل ذلك عنه ابن مفلح في الفروع، فدل ذلك على أن قصد ترك الشهوات تدينا أنه ليس من الدين في شيء كما سيأتي. وأول حديث أورده المصنف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، قالوا إن هذا الحديث يقصد به في الأصل الذكور، كذا ذكر الطوفي في شرح الروضة لما تكلم عن الألفاظ التي تكون خاصة بالرجال والألفاظ التي تكون خاصة بالنساء، قال: لفظ الشباب لفظ خاص بالذكور، ولا يدخل به ولا يتناول النساء لفظا، وإنما يتناول النساء في هذا الحديث بعموم العلة لا باللفظ، فهو من باب القياس، لأن لفظة الشباب خلاف القوم، القوم يشمل الرجال والنساء معا، والعلة موجودة في الجميع، وهو خوف الفتنة والرغبة في المكاثرة وغير ذلك من الأمور. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الاستطاعة قالوا إنها نوعان: استطاعة مالية بالقدرة على المهر ومؤنة الزواج من نفقة ونحوها، وقدرة بدنية كذلك. قال: فليتزوج فإنه أغض للبصر. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر، هذا يدل على أن المرأة إذا تزوج فإن ذلك يكون سببا في غض بصره، وقد أمر الله جل وعلا بغض البصر، فقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقرن الله جل وعلا بين غض البصر وحفظ الفرج لها معنى، ولذلك عند الأصولين دلالة تسمى بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة عند أصحابنا الحنابلة، لكنها لها معنى إشاري. فمن المعنى الإشاري أن من غض بصره كان ذلك سببا في حفظ فرجه، وأن وكذلك العكس أن من حفظ فرجه بالزواج فإن ذلك يكون سببا لغض البصر، وكلاهما صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتزوج فإنه أغض للبصر. طيب، طبعا لا شك أن غض البصر هو من العبادات العظيمة في المثوبة، لأن غض البصر من عبادات السر، كما قال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فقرن ما تخفيه الصدور بما تنظر له الأعين. وكثير من الناس يطلق بصره ولا يعلم أقرب الناس إليه ما الذي ينظر إليه، ربما تكون مع رجل تمشيان في طريق فتنظر لشيء صاحبك لا يعلم أنك تنظر إليه، في ذلك كان هذا من عبادات السر. ودائما عبادات السر إذا عني بها المرء فإنها تورث في قلبه لذة الإيمان وحلاوة الطاعة. كثير من الناس يقول: أجد أو أعمل من الطاعات ما يعمله الأوائل، ولكني لا أجد اللذة التي يذكرونها في الصلاة ولا في القيام ولا في غيرها من العبادات. نقول السبب هذه العبادات التي تكون في السر التي يخبئها المرء عن غيره. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسعود عند الحاكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غض بصره عما حرم الله وهو قادر أن ينظر أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. ومثله الحديث عند ابن ماجه: ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الإيمان، وأورد منها وأخرج زكاة ماله، ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط. لأن الزكاة من عبادات السر، لا يعلم مقدار وجوب الزكاة الواجبة عليك، ولا يعلم هل بذلتها أم لا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع، أي لم يستطع النكاح، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قالوا معنى الوجاء هو في الأصل هو رض
البيضتين، وبحيث يكون الشخص موجوءا. والمقصود بهذه الجملة من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي أن إدامة الصوم، كذا ذكروا أن إدامة الصوم يكون كاسرا للشهوة، فكلما أدام المرء الصوم وأكثره فإنه يكون مضعفا له، لا الصوم القليل المتقطع، لأن قوله فعليه بالصوم أي إدامته. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي ولا أرقد، وقال الآخر: وأما أنا فإني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا فإني لا أتزوج النساء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فحمد الله على المنبر وأثنى عليه وقال: ولكني أنا أصوم وأنام وأصوم ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قوله صلى الله عليه وسلم: ولكني أنا، كذا أوردها المصنف رحمه الله تعالى، والتي في صحيح البخاري: ولكني من غير إعادة الضمير، من غير إعادة الضمير، ولكني أصلي، قال: ولكني أصلي وأنام. هذا يدل على أن سرد القيام وإجهاد البدن ليس مشروعا، ومثله سائر العبادات. وقد مر معنا قبل قليل أن شيخ تقي الدين قال: إن ترك الشهوات مطلقا ليس من الدين في شيء، بل من تعبد الله عز وجل بترك الشهوات المباحة على سبيل الإطلاق فهو مبتدع ضال. نقل ذلك عن ابن مفلح وأقره. فالمقصود أن تعبد الله عز وجل بترك النوم أو بترك الفطر ليس مشروعا. وقد وجد من الناس من يقول: إني أتلذذ بهذه العبادات، وجد من الناس من يقول ذلك، فيقول: إني لا أتلذذ بطعام إلا أن أكون صائما. فنقول له: وإن كان كذلك فإن المقصود متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسرد الصوم منهي عنه نهي كراهة شديدة، ومثله يقال في قيام الليل في إحياء الليل كله على في السنة كلها. قال: وأتزوج النساء، وهذا هو محل الشاهد، مشروعية التزوج بالنساء. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: المسألة الأولى الواضحة، وهي ندب ومشروعية وفضل التزوج، فضل التزوج، وأن التزوج من الأمور التي ندب لها الشرع. المسألة الثانية، استدل القاضي أبو يعلى وتلميذه أبو الوفا بن عقيل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أن من ترك السنة أكثر عمره فإنه يكون آثما، أن ترك السنن أكثر العمر يكون سببا للإثم. وهذا هو توجيه القاضي أبي يعلى وتلميذه ابن عقيل لما جاء عن الإمام أحمد أنه قال: إن من يترك الوتر رجل سوء، ومن يترك السنن الرواتب رجل سوء. قال: هذا إذا تركه أكثر عمره، فوجه ذلك بتركه أكثر العمر، لأنه قال: فمن رغب عن سنتي، أي تركها بالكلية أو أكثر العمر، لأن الأكثر يأخذ حكم الكل. نعم سمي شيخ. الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لم يتزوج، ولكن امتناع الشخص من الزواج قد يكون بسبب عدم قدرته على الباءة، إما مالا أو قدرة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى عذرا له في ذلك، فقال له عبارة معينة ابن رجب في ذيل الطبقات، ذكر عبارة نصها ولم يكن له من المعلوم إلا قليل، ربما يقصد الدنيا أو شيء آخر لا أدري. فابن رجب ذكر سبب عدم زواج الشيخ تقي الدين. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار. نعم،
هذا حديث أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة أي بالنكاح وينهى عن التبتل نهيا شديدا. ذكر الموفق رحمه الله تعالى أن هذه الجملة دليل على أن النكاح متأكد وقد يصل إلى الوجوب على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، وأن تركه على سبيل التعبد منهي عنه وهو من باب الابتداع. قال: ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، أو في اللفظ الأول حديث أنس فإني مكاثر بكم الأنبياء، وأما الحديث الثاني وهو حديث معقل فإني مكاثر بكم الأمم. قوله تزوجوا الودود الولود، الودود هي التي تتودد لزوجها وتتودد لأهله، فتكون ذات خلق عال ومكارم أخلاق. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالودود من باب الود، لأن من أكرم مكارم الأخلاق الود، ولذلك فإن هذا الطبع يكون سبباً لطيب العشرة بين الزوجين من جهة، والأمر الثاني طيب أولاده من بعده، فإن أخلاق الأم وأهلها تنتقل إلى أبنائه. وقد ذكر عن بعض أهل العلم أنه قال: إني لأرى أخلاق زوجتي في أبنائي، فقد كانت زوجته وأهلها عاقين بقرابتهم قاطعين لها، قال: فأرى ذلك في أبنائي. فالأخلاق تورث كما تورث الأشكال، ولذلك فإن الودود المقصود بها ليس للزوج فقط، وإنما في أخلاقها للجميع. والولود المراد بها هي التي تعرف بكثرة الولد. وقد ذكر الشيخ منصور في الكشاف أن المرأة تعرف بكونها ودودا ولودا بالنظر إلى نسائها، بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولد، وأن تكون من بيت يعرف بمكارم الأخلاق في التودد وهكذا. قال: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، لأنه قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس تبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على استحباب كثرة الولد. هنا طبعا قال المصنف: وله شاهد من حديث أبي داود والنسائي من حديث معقل. حديث معقل حسنه جماعة من الفقهاء، منهم الجمال المرداوي في كفاية المستقنع وغيره. هنا عندنا مسألة في قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني مكاثر بكم الأنبياء أو الأمم يوم القيامة. هذا الحديث استدل به على المنع من امتناع الرجل من الولد. قالوا: وامتناع الرجل من الولد على حالتين، إما أن يكون امتناعا دائما، وإما أن يكون امتناعا مؤقتا. فأما الامتناع الدائم وذلك بتناول الأدوية أو فعل العمليات التي تمنع الولد على سبيل الديمومة، فإنه لا يجوز، ولذلك جاء من حديث سعد: ولولا ذلك لاختصينا، فدل على أنه لا يجوز المنع الدائم. النوع الثاني المنع المؤقت. قالوا: والمنع المؤقت على نوعين أيضا بالنظر إلى المقصد، فإن كان المقصد الخوف من المعيشة وعدم الثقة بما رزق الله عز وجل به العبد وعدم التوكل عليه سبحانه وتعالى، فلا شك أن المرأة ممنوع من ذلك. وأما إن كان من باب العزل ويعني النظر في مصالح حياته وعدم الإضرار بكثرة الولد، فقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم كما في حديث جابر أو أبي سعيد أنهم قالوا: كنا نعزل والقرآن يتنزل فلم ننهى عنه. فدل ذلك على أن الامتناع من الولد على سبيل التأقيت، يعني على سبيل الوقت القليل دون الديمومة الدائمة، أنه جائز إذا كان لمصلحة معاشية ونحو ذلك، ما لم يكن فيه عدم توكل على الله جل وعلا. نعم. طبعا المعاصرون يسمون الأول تحديدا للنسل، والثاني يسمونه تنظيما للنسل، ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، أي الأسباب التي يعني يرغب الرجل فيه للمرأة لأربعة أشياء. قال: أولا لمالها إذا كانت ذات مال، وثانيا لحسبها، والمراد بالحسب هو المكانة الاجتماعية، كأن تكون ابنة رئيس أو وجيه ونحو ذلك، وليس المقصود بالحسب النسب فقط، فإن النسب أحد أسباب الحسب، فالحسب قد يكون بنسب
وقد يكون بغير ذلك. قال: ولجمالها ولدينها، هذه الأمور الأربع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يدك. هذه الأمور الأربع تدلنا على أن هذه الأمور يشرع للمرء أن يبحث عنها، ولذلك ليست ملغية في الشرع، فقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تنكح المرأة لأربع، ولكن الأكمل منها والأتم إنما هو الدين. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: إذا خطب الرجل امرأة فليسأل عن جمالها أولا قبل أن يسأل عن دينها، فإن حمد جمالها سأل عن دينها، فإن حمد دينها تزوجها، وإن ذم دينها لم يتزوجها، فكان الرد لأجل الدين. وأما إن سأل عن جمالها ولم يحمد ابتداء ردها، ولم يكن قد ردها بعد علمه بدينها، وهذا من باب الأدب، بحيث أن يكون الغاية والمقصد إنما هو السؤال عن الدين. ولا شك أن أكمل الأوصاف في الرجل والمرأة جميعا إنما هو الدين، ومن أعظم الدين ما يتعلق بالأخلاق، ولذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن أعظم مقاصد الدين والشرع في تعامل الناس بعضهم مع بعض إنما هو الأخلاق والعناية بها، ولذلك فإن الأخلاق والسؤال عنها إنما هو من الدين. وليس الدين مقصورا على كثرة العبادة أو على كثرة قيام الليل أو على كثرة محفوظ فقط، بل الدين أشمل من ذلك كما سبق معنا، وإنما هو معان أعظم وأجل، وهذا إنما هو بعضها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. نعم. قبل أن ننتقل للثانية، المصنف قال إن الحديث قد رواه السبعة، ويقصد بالسبعة الحديث السابق، يقصد بالسبعة الشيخان وأصحاب السنن والإمام أحمد، وهذا يعني تتبع الحافظ رحمه الله تعالى بأن الترمذي لم يروي هذا الحديث كما ذكر ذلك المزي في التحفة. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ بالهمز أي هنأ بالدعاء، فرفأ تشمل أمرين: التهنئة والدعاء. إذا هنأ ورفأ ودعا لشخص إذا تزوج قال له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال رواه الإمام أحمد والأربعة. الحقيقة أن الأربعة إنما رووه إلا النسائي، فإن النسائي لم يروه في المجتبى وإنما الذي هو السنن الصغرى، وإنما رواه في السنن الكبرى. والعادة أنه إذا قيل رواه الأربعة أي النسائي في الصغرى السنن المشهورة التي هي يحال إليها، وأما ما رواه في الكبرى فإنه ينسب له. قال: وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وهو كما قال. هنا فيه دليل على أنه يستحب المرء إذا تزوج أن يهنئه غيره بهذا الدعاء، بأن يقول: بارك الله لك وبارك عليك. ولا شك أن من أعظم الدعاء الدعاء بالبركة، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بالبركة إذا أصبح كل يوم، يسأل الله عز وجل لنفسه البركة، وكل شيء يكون فيه بركة لا شك أنه يكون يمنا على صاحبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السعادة في ثلاث وذكر منها الزوجة، والشؤم في ثلاث وذكر منها أيضا المرأة وهي الزوجة. فالمرأة إذا كانت بركة على زوجها فإنها تكون سعادة له، وإذا كانت شؤما له فإنها نزعت البركة منه. والبركة تكون في صور كثيرة جدا، إما بركة في الولد، وإما بركة في المعيشة، وإما بركة في الوقت، وإما بركة في أشياء كثيرة في الصلة للرحم للقرابات وغيرهم، فتكون بركة المرأة على زوجها كثيرة جدا، وهذا واضح وبين، وقد ألفت فيه مؤلفات مفردة في كيفية بركة المرأة على زوجها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه الخمسة وحسنه الترمذي والحاكم. نعم. هذا حديث عبد الله بن مسعود، وأصله في الصحيح من حديث جابر مختصرا،
فإنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فيحمد الله عز وجل ويثني عليه ثم يقول من يهده الله فلا مضل له إلى آخره. قال علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. قوله التشهد في الحاجة هذه استدل بها الشيخ تقي الدين على أن المستحب في الخطبة إنما هو الشهادتان، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبع لها، إذ الفقهاء يقولون استحب في الخطبة الحمدلة والصلاة، والشيخ تقي الدين يقول إنما المستحب الحمدلة والشهادتان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الشهادتين فقال كل أمر ليس فيه كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، وقال في الحديث الآخر كل أمر لا يبدأ فيه بالشهادتين فهو أجذم أو أبتر، فذكر الشهادتين كذلك. وفي هذا الحديث علمهم الشهادتين، فدل على أن الشهادة متأكدة في الخطبة. قوله في الحاجة أي في كل حاجة يفعلها المرء، وقد جاء في بعض الروايات عند أبي داود أنه قال في النكاح وغيره، فدل على تأكدها في النكاح. ولذلك قد جاء عن الإمام أحمد أنه كان إذا حضر عقد نكاح فلم تذكر فيه هذه الجملة التي سيأتي ذكرها بعد قليل قام وخرج منه ولم يحضر، لأن هذه السنة سنة مؤكدة فيه، فهو سبب بأمر الله عز وجل أن يكون هذا النكاح مباركا ميمونا، لأن كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر أي ناقص. قال يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وقد زاد الترمذي أو ثبت عند الترمذي بإسناد صحيح زيادة وسيئات أعمالنا. قال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ويقرأ ثلاث آيات فسرها سفيان وقد ثبتت أيضا متصلة، الأولى قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والثانية قوله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، والثالثة قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال هذا الحديث رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، كذا في بعض نسخ الترمذي، وفي بعض النسخ أن الترمذي أبا عيسى رحمة الله عليه صححه، وهو كما قال فإن أصل الحديث من غير بعض الزيادات فيه هو في أصل في صحيح مسلم من حديث جابر، وقد جاء من غير حديث ابن مسعود من حديث أربعة أو خمسة من الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهو أنه يستحب عند عقد النكاح أن يؤتى بخطبة الحاجة، والذي يقوم بخطبة الحاجة إما الموجب في عقد النكاح أو القابل، فالموجب الذي هو ولي المرأة فيأتي بخطبة النكاح ويقول زوجتك موليتي فلانة، وأما إذا كان القابل وهو الزوج فيأتي الزوج فيخطب خطبة النكاح ثم بعد ذلك يقول أخطب إليك ابنتك فيقول زوجتك ابنتي، ثم بعد ذلك يأتي بالقبول فيقبل بعد ذلك مرة أخرى فيقول قبلت الزواج من فلانة، ويغني ذكر اسمها في الابتداء عن ذكرها مرة أخرى. ويجوز أيضا أن يقوم بهذه الخطبة من يحضر عقد النكاح من موثق وهو مأذون النكاح أو غيره، وقد كان أهل العلم يستحبون أن الذي يقوم بهذه الخطبة رجل صالح، لأن فيها دعاء وثناء، ومثل هؤلاء يرجى من دعائهم التوفيق واليوم بأمر الله عز وجل. هذا الحديث فيه من فقه، لك نقف عند مسألة ثانية، أن فقهاءنا يقولون يستحب، ذكر ذلك في الكشاف وفي غيره، أنه يقول بعد هذا الدعاء بعد ما يقول يذكر الآيات الثلاث يقول فقد أمر الله بالنكاح ونهى عن السفاح وقال وهو أصدق القائلين وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، ثم يذكرون هذه التي ذكروها، يعني أنا لا أدري ما مستندها ولو ربما كان لها مستند عن السلف، لكني وجدتها في خطب ابن نباتة فلا أدري هل لها مستند عن السلف، وهو الظن بأهل العلم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرد المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر والمغيرة ومحمد بن مسلمة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. هذا الحديث كما ذكر المصنف أن حديث جابر رجاله ثقات، وقد صحح هذا الحديث الحاكم وقال إنه على شرط مسلم، وبعض أهل العلم أعلى الطريق الأول الذي جاء من طريق جابر بأنه جاء من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعنه وباقي رجاله ثقات، كما ذكر ذلك ابن أبي المجد والجمال المرداوي وغيره. ولكن الشواهد التي أوردها المصنف من حديث المغيرة ومن حديث محمد بن مسلمة تقوي الحديث الأول بلفظه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا الحديث فيه مشروعية النظر إلى المرأة المخطوبة، وسيأتي إن شاء الله في الحديث الثاني حديث أبي هريرة هل النظر إلى المرأة المخطوبة هو على سبيل الإباحة أم أنه على سبيل الندب، لأن الاستدلال بحديث أبي هريرة أظهر من الاستدلال بحديث جابر في المسألة. ولكن هذا الحديث الأول يدلنا على أمور: الأمر الأول أنه يشرع على سبيل الإطلاق النظر إلى المرأة المخطوبة أو التي يراد خطبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. الأمر الثاني أن من شرط جواز النظر إلى من يراد خطبتها أمران: الشرط الأول أن يكون مريدا لخطبتها، والشرط الثاني أن يغلب على ظنه أنه سيجاب، وإلا فإن من لم يرد خطبة امرأة أو غلب على ظنه أنه سيرد فلا يجوز له أن ينظر لها، فيبقى الحكم على أصله، إذ النظر إلى المرأة الأجنبية محرم. الأمر الثالث مما يدل عليه هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطاع أن ينظر. قوله صلى الله عليه وسلم أن ينظر، قالوا هذه لفظة مطلقة غير مقيدة، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز تقييده إلا بدليل، ذكر ذلك الموفق رحمه الله تعالى في المغني، وبني على إطلاق لفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى أمري، أو أخذ من ذلك أمران: الأمر الأول أنه يجوز النظر إليها بإذنها وبدون إذنها، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقل فلينظر إليها بإذنها، ولذلك فإنه يجوز النظر بإذنها وبدون إذنها، وليس ذلك حقا لها ليكون شرط يعني شرط إباحته إذنها، وإنما نقول هو حق لمريد خطبتها. وبناء على ذلك فإن الشيخ موسى في الإقناع ذكر أن الأولى عدم إذنها، والأولى عدم إذنها. المسألة الثانية نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن استطاع أن ينظر إليها في إطلاق هذه الجملة أنه يجوز تكرار النظر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ينظر إليها لا يلزم منه نظرة واحدة أو نظرتان، وإنما هو تكرار للنظر، ولذلك قال الفقهاء يجوز تكرار النظر وتأمل المحاسن إلا إذا أدى ذلك إلى ثوران شهوة أو فتنة فإنه يحرم. وأما ما دام دائرا تحت نظر الذي يدعو للنكاح فقط فإنه جائز.
المسألة الرابعة معنا في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وقد قيد فقهاؤنا رحمة الله عليهم أن الذي يدعو الرجل إلى نكاح مرأة هو ما ظهر منها غالبا، لأن الرجل لا يجوز له أن ينظر من المرأة إلا لما ظهر منها غالبا، وهو الوجه والرأس واليدان والقدمان، لأن من العلماء من قال إنه لا يجوز النظر إلا للوجه فقط دون ما عداه. واستدل على أن العبرة بالنظر إلى ما يظهر غالبا لا ما عدا ذلك، قالوا لأننا قلنا إن الرجل يجوز له أن ينظر إلى المرأة وهي غافلة، أي بدون إذنها. والمظنون بالنساء أنه لا يظهر منها عادة إلا هذه الأمور، وهو الرأس واليدان والقدمان، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يظهر منها عادة ولا يكون مكشوفا في العادة فينظر إليه نساؤها ونحو ذلك. وهذا هو القيد الذي قيده الفقهاء. طبعا من أهل العلم من توسع بعض الشيء مثل الزركشي فقال إنه يجوز النظر حتى وإن نظر إلى بعض محاسن القدمين والساقين ونحو ذلك، لكن قال بشرط أن لا يصل إلى حد العورة ونحو ذلك مما ذكره مما ينكشف عادة. الحديث الثاني الذي أورده المصنف هو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة انظر إليها، أو قال أنظرت إليها؟ فقال لا، قال اذهب فانظر إليها. هذا الحديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المرأة، وقد قال العلماء إن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب. الأمر هنا ليس دالا على الوجوب ولا على الندب، لأن هذا الأمر جاء بعد حظر، والأمر بعد الحظر إما أن يكون للإباحة كما هو مشهور المذهب، أو أنه يعيده إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإنه قد حظر على المسلم أن ينظر إلى المرأة ثم أذن له بالنظر لمن أراد خطبتها، فدل ذلك على أنه أمر بعد حظر. وبناء على ذلك فإن في المذهب روايتين في حكم النظر إلى المخطوبة. الرواية الأولى أن النظر إلى المخطوبة أو من يراد خطبتها مباح وليس مندوبا، ودليلهم في ذلك أن هذا الأمر أمر بعد حظر، والأصل في الأمر بعد الحظر أنه للإباحة على مشهور المذهب. وهذه الرواية هي التي مشى عليها صاحب المنتهى الفتوحي رحمه الله تعالى. والرواية الثانية أن النظر إلى من يراد خطبتها مندوب إليه، ولكن يقولون إن هذا الندب لم يؤخذ من صيغة الأمر اذهب فانظر إليها، وإنما أخذ الندب من التعليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقد ذكر وجه هاتين الروايتين القاضي علاء الدين ابن اللحام في كتابه القواعد الأصولية. والرواية الثانية وهي أن النظر إلى المرأة التي يراد خطبتها إنما هو مندوب إليه هي التي اختارها وقدمها صاحب الإقناع. إذن روايتان في المذهب، ما مشى عليه صاحب المنتهى أنها مباحة النظر إليها، وما عليه صاحب الإقناع أنه مندوب. وعرفنا توجيه الروايتين من هذا الحديث ليس مأخوذا من الأمر، فإن الأمر بعد الحظر على مشهور مذهب أنه للإباحة، وإنما لأجل التعليل لا لصيغة الأمر فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب من الخطبة، وهي يعني الرغبة في النكاح، أحدكم على خطبة أخيه. وقوله أحدكم على خطبة أخيه يدل على
أن هذا الحكم في الأصل مخصوص بالمسلمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة أخيه يدلنا على المعنى والعلة، فإن العلة في النهي في هذا الحديث إنما هو لأجل إزالة الضغينة التي تكون بين المسلمين، فإن المرأة إذا خطب على خطبة أخيه أو باع على بيعه أو اشترى على شرائه أو سام على سومه فإنه يقع في نفس الثاني من الضغينة، ويقع فيه من الحقد على أخيه الشيء الكثير، ومن المقاصد العظيمة التي تبنى عليها كثير من الأحكام سلامة صدور المسلمين بعضهم لبعض. وقد مر معنا في باب البيوعات أن العقود التي نهى عنها الشارع إما أن تكون لأجل الغرر، وإما أن تكون لأجل الربا، وإما أن تكون نهي عنها لأجل ذاتها، وإما أن تكون نهي عنها لأجل ما تفضي إليه من الضغينة والعداوة بين المسلمين، ومنها النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه وإجارته وشرائه على شرائه ونحو ذلك من العقود التي مر معنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة أخيه، مما يدل على أن العلة والحكمة فيها إنما هو إزالة الضغينة بين المسلمين وبقاء المعنى العام في الأخوة. قال حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، هذه الجملة الثانية هي التي انفرد بها البخاري رحمه الله تعالى، وإلا فإن مسلما رحمه الله تعالى أورد هاتين اللفظتين مفرقتين في حديثين لا في حديث واحد، ولذلك ذكر المصنف أنه قد اختار لفظ البخاري، وقد سبقه بعض من جمع في أحاديث الأحكام بأن انتقى لفظ البخاري، ولربما كان الحافظ أبو الفضل تابع لمن قبله في هذا الاختيار. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن النهي للتحريم، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للمرء أن يخطب على خطبة أخيه، لا يجوز له ذلك، فالحكم التكليفي فيها التحريم، وفيها الإثم بين وظاهر. وهناك حكم آخر متعلق أيضا بهذه المسألة وهو الحكم الوضعي، فإن خطب على خطبة أخيه ثم عقد النكاح بعد ذلك فهل عقد النكاح يصح أم لا يصح؟ فمشهور المذهب أن عقد النكاح يصح، قالوا إن عقد النكاح يصح، وشبهوا ذلك بالرجل إذا خطب امرأة في أثناء عدتها فإنه حينئذ يأثم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كتاب الله عز وجل النهي عن خطبة المرأة في عدتها، ولكن أذن بالتعريض فيه. ومع ذلك فإنه قالوا يصح عقد النكاح بعد العدة باتفاق أهل العلم، وإنما نهي عنه من باب التكليف لا من باب الوضع، فهو محرم لكنه من حيث الوضع من حيث الصحة والفساد فإن العقد صحيح. هذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن من خطب على خطبة أخيه فإن العقد لا يصح ويقع باطلا، قال والعقد يقع باطلا، وهذا ملحق وهي رواية ذكرها قبله واختارها قبل جماعة من أهل العلم كابن بطة وغيره من فقهاء الحنابلة. وهذه الرواية مبنية على مسألة مهمة جدا وهي قضية أن النهي يقتضي الفساد، قالوا لأن النهي إذا كان لحق الله جل وعلا فإنه يقتضي الفساد مطلقا، وإذا كان لحق الآدمي فيكون معلقا على إذنه، وبناء على ذلك فيكون العقد موقوفا، فإذا أذن الخاطب الأول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، فإن أذن له الخاطب الأول صح عقده، وإلا فلا، كما سيأتي بعد قليل في شرح تتمة الحديث تخريجا أو تبيينا لهذه الرواية. طبعا مشهور مذهب يرون أن النهي يقتضي الفساد كما مر معنا أكثر من مرة، ولكن قالوا إن هذا النهي في هذه الصورة لا يقتضي الفساد، ووجه ذلك عندهم أنهم يقولون إن النهي إذا كان متعلقا بأمر سابق على العقد فلا يفسد العقد، وأما إذا كان بأمر متعلق بذات العقد فإنه يفسده، فالنهي هنا متجه للخطبة وليس متجها للعقد، فلذا فإن الفقهاء في مشهور المذهب قالوا إن العقد يقع صحيحا
لأن النهي ليس عن العقد، وإنما هو نهي عن شيء سابق له ومنفصل عنه ولا تعلق له به، ولذلك صححوا العقد ولم يستثنوه من قاعدتهم أن النهي يقتضي الفساد، قالوا بل النهي عن أمر منفصل عن العقد. وأما الرواية الثانية فقالوا إن من لازم العقد أو من الأثر المترتب على الخطبة هو العقد، وما بني على الشيء فإنه يكون أصلا له، وما بني على باطل فهو باطل. طيب، إذن هذه المسألة الثانية التي أخذناها من هذا الحديث. المسألة الثالثة معنا قبل أن نتكلم في الجملة الأخيرة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه. هل كل امرئ إذا خطب امرأة أخرى ينهى الثاني أن يخطب على خطبة أخيه أم لا، أو أن يخطب على خطبة أخيه أم لا؟ نقول هذا لا يمكن أن يكون كذلك، وإلا فلو أطلقنا هذا الحديث لكان فيه مضارة عظيمة بالنساء، فإن كل رجل يريد أن يضار امرأة فإنه يخطبها من أهلها، فإذا خطبها من أهلها امتنع الآخرون من خطبتها. ولذلك فإن أهل العلم يقولون إن من خطب امرأة فله أربع حالات: الحالة الأولى أن تركن له المرأة وأن ترضى به، فحينئذ لا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ترده المرأة أو أن لا تكون راغبة به، فحينئذ يجوز له أيضا أن يخطب على خطبة أخيه. الأولى لا يجوز له بلا إشكال، والثاني يجوز له لأنها ردته وإن كان قد خطب على كان قد خطبها قبل ذلك. الحالة الثالثة أن لا يوجد منها ما يدل على الرضا صراحة، وإنما يوجد منها تعريض فقط تعريض دون الصراحة. ففيه روايتان في المذهب، والذي استظهره الموفق بن قدامة هو أنه لا يجوز في هذه الحال أيضا، ولا يحل للرجل أن يخطبها، ما يجوز له أن يخطب هذه المرأة، لأن التعريض هنا بمثابة التصريح. الحالة الرابعة أن يكون الخاطب الثاني قد علم بخطبة الأول ولكنه لا يعلم الحال، أو نقول قبل الحالة هذه، الحالة الرابعة نقول أن لا يكون قد علم بأنها قد خطبت، فحينئذ يجوز وجها واحدا أن يخطبها. والحالة الرابعة أن لا يعلم الحال، هل رضوا أم لم يرضوا، هل ركنوا أم لم يركنوا، ففيه روايتان. وقد استظهر جمع من فقهاء المذهب أنه يجوز في هذه الحال، لأن عدم العلم ليس ملحقا بالركون. إذن هذه أصبحت أربع حالات أو خمس حالات في قضية الركون. هنا أمر مهم لابد أن ننتبه له، وهو أن العبرة بالركون ليس باعتبار الولي، وإنما باعتبار المرأة نفسها. فلو كان أهلها يريدون أن يزوجوها رجلا وهي غير راغبة فيه، جاز للرجل الثاني أن يخطبها، فالعبرة بركون المرأة نفسها لا بأوليائها وقرابتها. الجملة الأخيرة في هذا الحديث هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. يقولون إذا ترك الخاطب الأول الخطبة أو أذن للثاني فإنه حينئذ صحت الخطبة وما ترتب عليها من عقد النكاح ولا إثم عليه، المذهب لا إثم ويصح عقد النكاح. وهذا الإذن إما أن يكون سابقا لخطبة الثاني أو لاحقا له أي بعده، فظاهر الحديث يشمل الصورتين. يبقى عندنا مسألة: إذا لم يأذن فما الحكم؟ ذكرناها قبل قليل، فإنه على مشهور المذهب أنه إذا لم يأذن الخاطب الأول وخطب الثاني وأجيب فإن عقد النكاح صحيح. وأما على الرواية الثانية فيقولون إنه يجوز للخاطب الأول أن يفسخ
عقد نكاح الثاني، يفسخ عقد النكاح بعد التزويج بدون رضاه، يفسخ عقد نكاح الثاني، وأن يتزوج المرأة، لكن بشرط أن تكون المرأة راضية بذلك. إذا قالت نعم أنا أرغب بذلك الخاطب الأول، فحينئذ يلزم القاضي، لأن هذا فسخ نكاح من الأمور التي تختلف فيها، فإنه يرفع للقاضي فيفسخ القاضي نكاح الثاني ويزوجها الأول، لأن الأول له حق بأنه قد خطب قبله وأجيب وركن إليه، وهذه هي الرواية الثانية في المذهب، فيتزوجها أو فيتزوجها برضاها. حتى الروايتان هما في المذهب، الأولى هي المشهور والثاني اختارها بعض أهل العلم كشيخ تقي الدين وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية. نعم. هذا الحديث حديث طويل، وأطال الحافظ رحمه الله تعالى بذكره لأن فيه أحكام كثيرة. هذا الحديث حديث سهل المشهور، أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أبيح له في أول الأمر أن يتزوج المرأة التي تهب نفسها له، ثم بعد ذلك في آخر أمره عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك، ومنع من أن يتزوج أي امرأة، ولا أن يستبدل بالنساء اللائي معه غيرهن من النساء. ولذلك فإن من خصائصه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينسخ هذا الحكم في حقه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها له من غير ولي، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من النكاح مطلقا لحكمة وأمر أراده الله عز وجل. قال: جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على مكارم خلقه عليه الصلاة والسلام ورفيع أدبه، وما من أدب ولا خلق إلا ويستن فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن مكارم الأخلاق كلها قد جمعت فيه عليه الصلاة والسلام. فمن لطفه صلى الله عليه وسلم أنه حينما عرضت نفسها عليه لم يردها، وإنما طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان امتناعه إما عدم رغبة فيها أو لأن هذا الأمر قد نهي عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن الجزم بأن هذا الحديث كان قبل النهي أم بعده. قالت: جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رأسه بعد ذلك. فلما رأت أنه لم يقضي فيها شيئا، لم يوجب ولم ينفي، جلست تنتظر.
فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك حاجة فزوجنيها. هذا الرجل عرف من دلائل الحال من النبي صلى الله عليه وسلم عدم رغبته صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المرأة، والصحابة رضوان الله عليهم انتقاهم الله عز وجل أصحابا لنبيه، فهم أفضل الخلق، ولذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في لحظه وفي أقل حركاته ما الذي يريده. ومن ذلك ما جاء أظن من حديث أنس أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفون أنه إذا ضرب على فخذه أنه يريد أن يقوم، وهكذا من بعض العلامات اليسيرة. وهذا يدل على إكرامهم رضوان الله عليهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا أن الصحابة عرفوا من هذا التصرف منه صلى الله عليه وسلم عدم رغبته بهذه المرأة. فقال هذا الرجل: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء لتصدقها إياه؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ليس عندي شيء، فقد كان الرجل فقيرا شديد الفقر. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب إلى أهله، يعني إلى بيته، فلم يجد شيئا. قال: فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا، أي شيئا له قيمة، له قيمة ويتقوم. وليس مقصود كل شيء، فإن هذا من العموم المخصوص الذي يراد به الشيء الذي له قيمة، وإلا بالإمكان أن يجد ماء وتراب وغير ذلك مما لا قيمة له معتبرة. فقال صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ذلك الرجل ثم رجع فقال: لا والله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري، أي الثوب الذي يلبسه في الجزء الأسفل من بدنه. قال سهل: ما له رداء، لم يكن للرجل من شدة فقره رداء يستر منكبيه. قال: فلها نصفه، لم يعطها إياه كاملا، لأنه لو أعطاها إياه كاملا ما انتفع به، ولكن يقول لها نصفه، وربما زره زرا بشوك ونحوه. ومعلوم أن أنهم كانوا يزرونه بشوك وبنحوه، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يصلي في قميص فليزره ولو بشوكة، كما عند أبي داود. فدل ذلك على أن في حديث سلمة بالأكوع، فدل على أن الزر قد يكون في الثياب الضيقة ونحوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ هي إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، ما تستطيع أن تلبسه كامل، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، أي النصف الثاني. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه، أو إما أن تقول مجلسه وإما أن تقول مجلسه باعتبار الجلوس. قام ذلك الرجل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي إليه. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا. عددهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا لفظ مسلم. وفي رواية عند مسلم أيضا أنه قال: فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: أمكنتكها بما معك من القرآن. طيب، هذا الحديث الحقيقة فيه من الفقه مسائل كثيرة، بعضها مشكل وبعضها واضح الدلالة. لنأخذ هذه الأحكام بناء على ما وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أول مسألة فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. هذه الجملة متعلقة بالصداق، والأولى أن نتكلم عنها في باب الصداق بعد درس أو درسين بمشيئة الله. ولكن استدل بهذه الجملة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد، بأمور. الأمر الأول أنه يستحب تسمية المهر في عقد النكاح، يستحب أن يسمى المهر في عقد النكاح، لأنه يجوز في كتاب الله عز وجل: ولم تفرضوا لهن فريضة، يجوز في كما في كتاب الله جل وعلا أن يخلى النكاح من تسمية الصداق، فيجوز أن لا يسمى فيه صداق، ولكنه استحب. ولذلك فقهاؤنا يقول: التمس ولو خاتما من حديد من باب التسمية، لا من باب أنه هو المهر جزما فلا يوجد غيره، وسيأتي إن شاء الله هذا الكلام بعد قليل. الأمر الثاني أن هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد، أن فيه دليلا على أن ما صح ثمنا صح أن يكون مهرا،
كل ما صح أن يكون ثمنا في مبيع فإنه يصح أن يكون مهرا وإن قلت قيمته، لأن خاتم الحديد يقولون هو بدراهم معدودة، حتى بعضهم يقول لا يجاوز 10 دراهم. وخالف في ذلك الخرقي فقال إنه لا بد أن نزيد قيدا آخر فنقول لا بد أن يكون ثمنا وأن يكون متنصفا يتنصف فينقسم إلى قسمين، فيما لو أن المرء طلق امرأة قبل الدخول بها. الأمر الثالث مما يؤخذ من هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، أن الفقهاء أخذوا منه أنه يكره لبس الحديد خاتم الحديد، قالوا لأنه قد روي في حديث في إسناده مقال من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خاتم الحديد حلية أهل النار، وهذا نهي، ونظرا لأنه ضعيف الحديث فإنه يدل على الكراهة. وأما هذا الحديث فإنه لا يرفع الكراهة، فإن قوله ولو خاتما من حديد يدل على أنه حلقة، فدل على أنه مكروه وليس بمحرم. فهذه الجملة أخذ منها كراهة التختم بالحديد. الجملة الثانية التي هي محل استشكال في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل قال ما معك من القرآن، قال لا أجد شيئا، فقال ما معك من القرآن، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذه الجملة أوردت إشكالا كبيرا عند أهل العلم، فظاهر هذه الجملة أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل إنما هو بسبب هذا القرآن، فكان هذا القرآن الذي معه هو المهر. وفقهاؤنا يقولون إنه لا يصح أن يكون تعليم القرآن مهرا. نعم يصح أن يكون تعليم الفقه، تعليم الأدب، تعليم الشعر مهر، وأما تعليم القرآن فلا يجوز أن يكون مهرا، وكذلك الحديث، لأنهما من الأمور التي لا يجوز أخذ الأجرة عليهما. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث قيل له ما تقول في هذا الحديث، فقال دع هذا الحديث. لما سئل عن الحديث أنه زوجه بما معه من القرآن قال دع هذا الحديث، فقال له الرجل أوليس هذا الحديث صحيحا عندك؟ فقال له الإمام أحمد إذا نهيتك عن شيء فانتهي، اترك هذا الحديث مشكل. وفقهاؤنا رحمة الله عليهم يجيبون عن هذا الحديث بأوجه. الوجه الأول وهو من أقوى هذه الأوجه وسيأتي إن شاء الله تفصيله بعد قليل، أنهم يقولون إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زوجتكها لتعلمها القرآن، وإنما الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن. ولذلك الإمام أحمد يقول الناس يقولون على أن يعلمها، على أن يعلمها القرآن، قال وليس هذا في الحديث، ليس فيه على أن يعلمها القرآن. ويقول الموفق رحمه الله تعالى يقول ليس في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التعليم، ليس فيه أن يعلمها القرآن مطلقا، ليس أن المهر فيه تعليم القرآن. وبناء على ذلك فيقولون إن الوجه الأول في الإجابة عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي المهر، وإنما هي كالمرأة المفوضة لها مهر لم يسمى، وإنما قال زوجتكها لأنك من أهل القرآن، فسكت عن تسمية المهر. ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد هو من باب استحباب التسمية لا من باب نفي المهر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المرأة بمهر مسكوت عنه، فتكون مفوضة أو مفوضة، يصح الوجهان اسم فاعل أو اسم مفعول، لأن المصدر الميمي إذا كان اسم فاعل فتحت ما قبل الأخير، وإن كان مفعولا فتحت ما قبل الأخير، وإن كان فاعلا كسرت ما قبل الأخير، مفوضة ومفوضة، فهي التي تفوض الولي تفوض مهرها أو الولي يفوض مهرها، إما تفويضا للمهر أو تفويضا للبضع كما مر معنا في كتاب الفقه. إذن هذا هو السبب الأول، أن معنى قوله بما معك من القرآن أي لأنك من أهل القرآن فتكون المرأة مفوضة. التوجيه الثاني
أن هذا الحديث إنما هو كان من خصائص هذا الرجل. قال وقد روي عند النجاد، وهذا الكتاب غير موجود الآن، وعند سعيد بن منصور في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك ولا تكون لأحد بعدك، أي التزويج بالقرآن. إذا تجوزنا بأن المراد بالمهر هنا هو تعليم القرآن، فقد روي في بعض ألفاظ الحديث أنه زوجه يعني زوجه دون غيره، أو أن هذا الحكم خاص به دون غيره، ودليل التخصيص ما ورد في الحديث. وبناء على ذلك فإن الرواية التي ذكرها المصنف في مسلم انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن، ليس فعلمها من القرآن أنه من باب المهر والصداق، وإنما قال زوجتكها لأنك من أهل القرآن فرغبت فيك لأجل ذلك، وبناء عليه فعلمها القرآن ويبقى المهر في ذمتك، وهو مهر مثلها، فيبقى المهر في ذمته مهر مثلها. وأما الحديث الثاني الذي جاء من رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فعلمها 20 آية، فإن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه الإمام أحمد وكثير من الأئمة، قالوا لأنه قد تفرد به رجل يدعى بعسل بن سفيان التميمي وهو ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم، فلا يصح هذا الحديث. وذلك قال أحمد لا يصح أن الناس يعني زيادة أنه قال فليعلمها أو قال ليعلمها، ليس هذا في الحديث. من فقه هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زوج هذه المرأة فكان وليا عنها، وسيأتي إن شاء الله من ينوب عن الولي في محله. هذا الحديث فيه أيضا مسألة مهمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي ذكرها المصنف، قال اذهب فقد زوجتكها أو اذهب فقد ملكتكها، فيه دليل على أن خطبة أو خطبة النكاح التي تكون الخطبة بالضم، خطبة النكاح التي تكون قبل النكاح وهي إن الحمد لله، وسبقت معنا في حديث ابن مسعود أنها ليست بواجبة، والدليل على عدم وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، وإنما قال فقد زوجتكها ولم يذكر خطبة النكاح، فدل على أنها مندوبة، وهذا قول عامة أهل العلم كما مر معنا إلا داود ابن علي الظاهري فإنه قد خالف في هذه المسألة أبو سليمان. أيضا هذا الحديث استدل به على أن الإشهاد ليس واجبا في عقد النكاح، ذكر هذا الوجه في الاستدلال الشمس الزركشي في شرح الخرقي، فقال في هذا الحديث أنه لا يلزم الإشهاد في النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أشهد في النكاح، وسيأتي إن شاء الله يعني بعد حديثين الكلام عن الشهادة في النكاح واختلاف الرواية فيه، فهذا الحديث فيه دليل للرواية الثانية وهو عدم لزوم الشهادة، وإنما اللازم إنما هو الإعلان فقط، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. في هذا الحديث مسألة مهمة، وهو مسألة إذا تقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح. طبعا عقود البيوع يجوز على مشهور المذهب بل هو قول عامة أهل العلم أنه يجوز تقدم القبول على الإيجاب، يقول بعني هذه السيارة فيقول بعتك، فحينئذ يصح ولا يلزم مرة ثانية يعني الترتيب بينها، هذا تقدم القبول على الإيجاب. فهل يصح عقد النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب أم لا؟ وصورته أن يأتي رجل لولي امرأة فيقول زوجني بنتك، فيقول ذلك الرجل زوجتك ابنتي، فهل يصح هذا عقد النكاح أم لا بد بعد ذلك أن يقول قبلت، فلا بد من القبول بعد الإيجاب؟ هذه المسألة فيها روايتان. مشهور المذهب أنه لا يصح تقدم القبول على الإيجاب، ودليلهم في ذلك قالوا لأن هذا العقد يحتاط له ما لا يحتاط لغيره، يحتاط له ما لا يحتاط لغيره، ولأن قوله زوجني ابنتك كأنه لو قال قبلت الزواج بابنتك قبل أن يقول زوجتك، قالوا فالمعنى فيهما واحد سواء كان بلفظ الاستفهام أو بلفظ القبول والإخبار،
ولذلك فإنه على مشهور المذهب لا يصح تقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح خاصة. والرواية الثانية في المذهب يقولون إنه يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح إذا كان بصيغة الطلب، إذا كان بصيغة الطلب، فلو كان قال زوجني ابنتك أو موليتك فقال زوجتك، فإنه حينئذ يصح عقد النكاح ولا يلزم حينئذ الترتيب بين الإيجاب والقبول. الترتيب بمعنى أن يتقدم الإيجاب على القبول. ودليل الرواية الثانية في المذهب، وهي التي يعني مال لها وذكرها احتمالا الموفق في المغني، حديث الباب، فإن هذا الرجل قال زوجني هذه المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها، ولم ينقل أن هذا الرجل قال بعد ذلك قبلت، فدل على أن تقدم القبول على الإيجاب ليس مانعا من صحة عقد النكاح، بل إنه يصح العقد النكاح ويلزم، لكن يبقى شرط الموالاة لا يسقط. الترتيب ليس شرطا إذا كان بلفظ الطلب وليس بلفظ الإنشاء، بلفظ الإخبار، إذا كان بلفظ الإنشاء دون لفظ الإخبار. فلو قال قبلت الزواج بموليتك قبل أن يقول زوجتك لا يصح، لأنه غير مثمر هنا. لكن لو قال زوجني فقال زوجتك، حينئذ يصح عقد النكاح. ودليلهم حديث الباب. ولذلك فإن مشهور المذهب أنه لا بد أن الإجابة والقبول في عقد النكاح أن يكونا مرتبين متواليين، وأما على الرواية الثانية فيشترط فيهما أن يكونا متواليين، معنى متواليين يعني في مجلس العقد، لا يلزم التوالي باللفظ فقط وإنما يكونان في مجلس واحد، لا بد أن يكونا متواليين. وأما الترتيب فإنه يسقط إذا كان القبول بلفظ الطلب أو دلت القرينة على معنى ذلك. المسألة الأخيرة في هذا الحديث هي مسألة أيضا دقيقة بعض الشيء، وهي مسألة ألفاظ الإنكاح. جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد ملكتكها، وفي لفظ آخر قال فقد زوجتكها، واللفظان في مسلم، واللفظ الثالث أنه قال فقد أمكنتكها أو أمكناكها يعني مكنتك منها. وجاء لفظ رابع أيضا في البخاري وهو أظهرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أنكحتكها. أربعة ألفاظ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العقد. وعندنا قاعدة، هذه القاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين في الرسالة الصفدية، وذكرها أبو بكر بن عربي في القبس شرح موطأ مالك بن أنس، أن الحديث إذا كان لم يخرج إلا مخرجا واحدا يعني واقعة واحدة واختلفت الألفاظ فيه، فإنه نجزم أن أحد هذه الألفاظ هو الصحيح وما عدا ذلك إنما هو لفظ ورواية بالمعنى. وبناء على ذلك فإننا نقول عقد النكاح ما هي الألفاظ التي تنعقد به؟ فمشهور المذهب أن عقد النكاح لا ينعقد إلا بلفظين، ولا بد أن يكون هذان اللفظان بلغة عربية من قادر عليهما، فلو كان المرء غير قادر على العربية جاز له أن يتكلم بأي لغة، وأما إن كان قادرا على العربية ولو كان أعجميا فلا بد أن يأتي بأحد هذين اللفظين، وغيرهما لا ينعقد النكاح، وهو أن يقول زوجتك أو يقول أنكحتك، وغير هذين اللفظين لا ينعقد عقد النكاح. وذاك عقد النكاح عندهم يحتاطون فيه مشهور المذهب، فلا ينعقد بألفاظ كنائية ولا بغير العربية من قادر عليها. فلو أن رجلا قال لامرأة ملكتك ابنتي لم ينعقد عقد النكاح، لا بد أن يقول زوجتك أو يقول أنكحتك. قالوا لأن هذين اللفظين جاء في كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب زوجناكها، وقال الله سبحانه وتعالى في ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فدل ذلك على أنه النكاح والزواج هما اللفظان الوحيدان الذي ينعقد بهما النكاح دون ما عدا ذلك. طيب، بما أجابوا عن هذا الحديث وهو أنه قد جاءت لفظ التمليك وجاء لفظ الإمكان، أمكناك إياها أو كناكها، قالوا هذا يجاب عنه بأمرين. الأمر الأول، إما أن يكون الراوي قد ظن
أن هذا اللفظ يقوم مقام اللفظ الثاني، فهو رواية بالمعنى وظنه ليس في مكانه، وإنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأحد اللفظين الآخرين الإنكاح أو التزويج، فيكون الراوي قد ظن أنها تجزي عنها فلا وأخطأ في ظنه. والاحتمال الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع جميع هذه الألفاظ، فقال قد زوجتكها وأنكحتكها وملكتكها وأمكنتكها، فيقول هذه الأربع جمعها أو جمع بعضها، فكل راو ذكر لفظا دون الباقي، ولو جمع الجميع لانعقد النكاح بأحد اللفظين التزويج أو الإنكاح دون الباقي. هذه وجهان في المذهب. الرواية الثالثة والتوجيه الثالث هو ضعيف جدا، قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يزوج بما شاء، كما أنه يزوج من شاء عليه الصلاة والسلام ولي لجميع المؤمنات، فهو عليه الصلاة والسلام يزوج بما شاء من الألفاظ. الرواية الثانية في المذهب أن عقد النكاح يصح بكل لفظ يدل على التزويج، بل إنهم يقولون إن التمليك قد يكون في بعض البلدان أظهر، ولذلك بعض الناس يسمون عقد النكاح ملكه، فملكتكها بمثابة التمليك. أما المذهب فيقول إن ملكتكها ما تصح إلا في عقد الأمة دون عقد الحرة. واستدلال الفريق الثاني بالحديث أظهر ولا شك، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وبناء على ذلك فيقول إن فهم الصحابة رضوان الله عليهم لو كان بالمعنى، نحن نقول نعم إنها بالمعنى، لكن فهم الصحابة أقوى من فهمنا، فالصحابة رضوان الله عليهم علموا أن هذه اللفظ تنوب عن اللفظ الثانية، فدل على أنها مجزئة عنها، واحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بغير هاتين اللفظتين وإنما باللفظتين الأخرين التي قال فقهاء المذهب أنه لا ينعقد بها عقد النكاح. نعم. لا حديث عامر بن عبد الله ولا؟ طيب خلنا نأخذ حديث أبي هريرة. قال ولي أبي داود من حديث أبي هريرة، تكلمنا قبل قليل أن هذا الحديث لا يصح لأن فيه عسل بن سفيان وهو مضعف. نعم. قال عن أبي هريرة قال ما تحفظ، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ما تحفظ، فقال سورة البقرة والتي تليها، قال فقم فعلمها 20 آية. قوله قم فعلمها 20 آية دليل على أن المهر إنما هو التعليم، ولكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قم فعلمها أو قال لتعلمها، فجعل اللام تعليلية أن تزوج لأجل التعليم، وبناء على ذلك فإن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به. وأما الرواية في قوله فقد زوجتكها فعلمها القرآن، فإنها محمولة على أني زوجتك لأنك من أهل القرآن فعلمها والمهر في ذمتك، ويمكن أن يوجه هذا الحديث إن صح بمثل ذلك، فنقول إن قوله قم فعلمها ليس لأنه من باب المهر، وإنما هو من باب الأدب، لأن للرجل أن يؤدب امرأته، ومن أعظم ما يؤدب الرجل به امرأته أن يعلمها، ولذلك من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا لقراباته أن يعلمهم الدين والأحكام، فمن أعظم البر من الرجل بأمه وبأبيه أن يعلمه الواجبات. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن المرأة يجب عليه أي طالب العلم أن يتعلم أحكام الحيض، ذكر ذلك البركاوي الحنفي الفقيه الحنفي المشهور، قالوا لماذا مع أن الرجل لا يحيض؟ قالوا لكي يعلم نساءه، فإنه في الزمان الأول كان النساء قليل منهن من يحضر الدروس والعلم، لذلك قال الفقيه الحنفي البركوي المشهور، هذا الفقيه المشهور قال يجب على الرجل أن يتعلم أحكام الحيض ليعلم نساءه زوجته وأمه وبنته ونحو ذلك. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. نعم. هذا حديث عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن أباه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، قال رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم. هذا الحديث هو من أصح الروايات في حديث أعلن النكاح، فقد جاء في بعض الروايات وضربوا عليه بالدف وبعضها الوليمة وغير ذلك من الألفاظ من حديث عائشة وغيرها. وهذا الحديث كما ذكر المصنف أن الحاكم قد صححه، ورجاله أيضا رجال الثقات، إلا أن فيه رجلا واحدا يعني لم يروي، اللي هو عبد الله بن الأسود، لم يروي عنه إلا عبد الله بن وهب دون باقي الرواة، ولذلك فإنهم يعني رواية عبد الله بن وهب المصري وهو إمام ومحدث يعني تقوي حاله، ولم يعرف أنه قد روى عنه غيره، ولذلك بعضهم يتهمه بأنه مجهول، ولذلك قال عنه أبو حاتم إنه
شيخ، ونحن نعلم أن أبا حاتم في كتاب الجرح والتعديل إذا وصف رجلا بأنه شيخ أي أنه مجهول الحال لا مجهول العين، وهو مجهول لكنه حديثه مستقيم. ولذلك فإن هذا الحديث رواه عن عبد الله بن أسود عبد الله بن وهو من أئمة الحديث ولا شك الكبار عليه رحمة الله تعالى، ولذلك فإن بعض أهل العلم صححوه كالحاكم وغيره. هذا الحديث فيه الأمر بإعلان النكاح، وهل الأمر بإعلان النكاح واجب أم لا؟ فمشهور المذهب أن الأمر بإعلان النكاح ليس واجبا وإنما هو مندوب، ودليلهم على الندب فيه قالوا لأن إعلان النكاح يكون بعد العقد فهو لاحق له وليس في أثناء، فهو مندوب ومؤكد ولكنه ليس بواجب. ومما يستدل به على المذهب، وأقول يستدل له لأنه ليس على قاعدة المذهب من حيث الاستدلال، الرواية الثانية حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، قالوا والضرب بالدف مستحب، فمن باب دلالة الاقتران فإن إعلان النكاح يكون مستحبا. وأقول إنه ليس على قاعدة المذهب لأن قاعدة المذهب أن دلالة الاقتران ليست حجة، وإنما يتوسع في دلالة الاقتران فقهاء المالكية رحمة الله عليهم، ولكن نقول يستأنس بهذا الحديث لهم. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أن الإعلان في عقد النكاح واجب، فيجب إعلان النكاح ويحرم عدم إعلانه، بل إن الشيخ تقي الدين يقول إن النكاح الذي لا إعلان فيه فإنه نكاح غير صحيح، بل هو شبيه بنكاح البغايا، بل هو شبيه بنكاح البغايا. والنكاح الذي لا إعلان فيه له صورتان، الصورة الأولى ألا يكون فيه إعلان ولا إشهاد، فهذا بلا إشكال أنه نكاح باطل لانتفاء الشهادة التي هي شرط لصحة النكاح في مشهور المذهب، والانتفاء الإعلان الذي هو شرط على الرواية الثانية، وسيأتي إن شاء الله في قضية الإشهاد هل هو شرط أم لا بعد قليل. الصورة الثانية من صور عدم إعلان النكاح أن يوجد إشهاد ولكنهم يتواصون على إسراره وعدم إعلانه عن الجميع وليس عن بعض الناس، لأن الإصرار أحيانا قد يكون عن بعض الناس دون بعضهم، مثل إيش؟ أن يقول لا تخبروا زوجتي الأولى، هذا إخبار عن بعض أو إصرار عن بعض الناس ولكنه إخبار للباقي. وأما نكاح السر الذي يقصده الفقهاء فهو النكاح السر الذي يكون عاما لا يعلم به إلا المرأة ووليها والشهود والزوج، فمشهور المذهب أنه نكاح صحيح نكاح السر لوجود الأركان جميعا فيه، ولكنه يعني مكروه كراهة شديدة. وأما الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين فقال إن نكاح السر وإن وجد فيه شاهدان وبرضى الولي والمرأة فإنه نكاح باطل، وهو كنكاح البغايا، فإن البغي تستطيع أن تأتي برجل فتقول أنتم شهود، بل إن مركز أو محل البغاء قد يكون فيه شهود فيتزوجون، ولذلك بعض البغايا في هذا الزمان كما ينقل قد يتورع بعض من لا يخاف الله جل وعلا، وهذا ورع في غير محله، فيريد أن يتزوج أو أن يقع على امرأة بغي فيقول لها قولي زوجتك نفسي، ويأتي بشاهدين ويظن أن هذا الكلام وهؤلاء الشهود ينفون عنه الإثم ويكون نكاحه نكاحا شرعيا، وهو في الحقيقة نكاح بغايا ونكاح زنا. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي، قال مهر البغي ليس أجرة، مهر، فقد يكون أجرة بأن يكون اتفاقا على عقد الزنا فيكون أجرة وهو باطل لا يجوز أخذه، وقد يكون في ظن أحدهما أنه قد تحيل حيلة شرعية ليكون هذا العقد عقدا مباحا. ولذلك فإن كثيرا من الصور التي يظنها بعض الناس أنها صور مشروعة في عقد النكاح هي في الحقيقة صور باطلة لا تجوز، ومنها ما سبق ذكره في قضية الإصرار بعقد النكاح وهو الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. سأقف مبكرا أعدك. طيب، إذن هذه هي المسألة الثانية في هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة وصحب بن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بإرسال. ما عندك الثاني حديث عمران؟ ليس عندك؟ طيب سمي شيخي، سيأتي هذا، سيأتي في الشروط، أنا متوقع هذا الشيء. طيب،
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وعن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري، المراد بأبيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. قال رواه الإمام أحمد والأربعة يعني أهل السنن، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال. هذا الحديث طبعا وهو حديث لا نكاح إلا بولي من الأحاديث التي كثرت أسانيدها وتعددت، وما من إسناد من أسانيدها إلا ولأهل العلم فيه كلام. وعندما نقول فيه كلام ليس معنى ذلك أنه مضعف على سبيل الإطلاق، ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لا يثبت فيه حديث، أي على سبيل الانفراد، بصحة تامة. وأقوى أحاديث أسانيد هذا الباب هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وإلا فإنه قد ورد هذا الحديث من طريق جمع من الصحابة كعائشة وعمران وأبي موسى وعمر وغيرهم كثير جدا، حتى قال الإمام أحمد: إن هذا الحديث يصح لطرقه المتعددة، بل بالغ بعض أهل العلم وأظنه السيوطي فعد هذا الحديث من الأحاديث المتواترة. قال: لا نكاح إلا بولي. قال: إنه قد صححه الإمام أحمد، صححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وكذلك صححه من الأئمة أحمد، فقد ثبت عن الإمام أحمد أنه صحح حديث أبي موسى، وصححه ابن معين يحيى بن معين رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه، وصححه أيضا البيهقي، وكما صححه علي بن المديني والترمذي وابن حبان. والحقيقة: من القوم بعد هؤلاء؟ فإذا صححه هؤلاء فليس لأحد أن يتكلم فيه بعد ذلك. قال: لا نكاح إلا بولي. هذا الجملة قوله لا نكاح إلا بولي جاء من أهل العلم من قال إن النفي هنا نفي كمال لا نفي صحة، وهو طريقة أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى بن ثابت. وهذا الكلام في قوله أن النفي نفي صح كمال لا نفي حقيقة وصحة غير صحيح، بل إن هذا الحديث محمول على الصحة والكمال معا، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن لفظة النكاح هي من الألفاظ الشرعية والمسميات الشرعية وليست من الألفاظ الحسية، والنفي إذا كان للمسميات الشرعية فإنه يكون نفيا للحقيقة، وأما النفي للمسميات الحسية فإنه يحمل على الكمال أو نحو ذلك. إذن النفي هنا في المسميات الشرعية يحمل على الحقيقة، هذا هو الأصل فيه، بخلاف النفي إذا كان للأمور الحسية فإن الأصل فيه أنه لا يحمل على الحقيقة لعدم إمكان ذلك فإنها موجودة. الأمر الثاني أن قاعدة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم قالوا إن المضمرات تعم، يجوز أن تعم المضمرات، وهنا قد أضمر شيء وهو لا نكاح، أي لا صحة نكاح أو لا كمال نكاح، أضمر إما الصحة إما الحقيقة أو الصحة أو أضمر الكمال، فيجوز أن تعم المضمرات، فنقول إن الجميع مراد، وذلك من قواعد المذهب كما ذكر ذلك في المسودة، وهو عموم المضمرات، وهذا منها وهذا من تطبيقها هذا الحديث، فنقول إن المضمر كما أن المنطوق له عموم فإن المضمر له عموم، لكن المفهوم لا عموم له، وهي سبق أن تكلمنا عنها في أكثر من موضع. وبناء على ذلك فإن هذا الحديث دليل على اشتراط الولي، فلا يصح عقد نكاح بدون ولي، وقد أو سيأتي معنا بعد قليل حديث عائشة أن أي عقد تزوجت فيه المرأة من غير ولي فإن النكاح يكون باطلا. والمراد بالولي هو الولي المستحق لا مطلق الولي، وبناء على ذلك فإنه إذا زوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب فإننا نقول إن هذا العقد عقد باطل، لأن قوله لا نكاح إلا بولي أي بولي مستحق، وإنما ينفي الاستحقاق أحد أمرين: إما الغيبة وإما العضل، إما الغيبة أو العضل أو فقدان الأهلية كأن يكون مجنونا أو نحو ذلك دون العوارض كالنوم والإغماء. فإذا كان الولي غائبا عن البلد أو كان الولي عاضلا فإن الولاية تنتقل إلى من بعده ولو بدون حكم حاكم في العضل، وسيأتي إن شاء الله أنه ولو لم يكن فيه حكم حاكم. طبعا جاءت رواية أخرى
أنا مثبتة عندي في النسخة ربما ليست عند الإخوان، وهي حديث عمران ابن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. موجود عندك هذا الحديث؟ ليس موجودا، وشاهدين. طيب، لأرد شرح هذا الحديث لأن فيه الحديث عن الشهود. هذا الحديث حديث عمران رضي الله عنه لا نكاح إلا بولي، تقدم الحديث عنه، سيأتي إن شاء الله في حديث عائشة. وفي قوله وشاهدين فإن زيادة وشاهدين لا تصح، لأن زيادة وشاهدين تفرد بها عبد الله بن محرز وهو متروك، نص على ذلك جمع المحققين كما قال البيهقي وغيره إنه متروك الحديث. ولكن استدل الفقهاء بهذه الرواية على وجوب الشهادة في عقد النكاح، يجب أن يشهد على عقد النكاح، وهذا هو مشهور المذهب. ولكن قد قال الإمام أحمد لا يثبت في الشهادة شيء، يقول لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الشهادة في عقد النكاح، ولذلك فإن هذا الحديث فيه أو الشهادة في عقد النكاح فيها روايتان. الرواية الأولى أن الشهادة في عقد النكاح واجبة، وبناء على ذلك فإنهم يقولون إذا خلى عقد النكاح من الشهود فإنه حينئذ يبطل عقد النكاح، ويكفي في الشهود أن يكون رجلين ذكرين عدلين، يكفي اثنين، وإن نقص عن رجلين أو لم يكونا ذكرين فإنه حينئذ نقول إن العقد عقد باطل. واستدلوا بعموم الأحاديث التي وردت وإن كان فيها ما قال. الرواية الثانية في المذهب أن الشهادة على عقد النكاح ليست بواجبة، وإنما يجب في مقابلتها الإعلان. والحقيقة أن الإعلان شهادة وزيادة، ليس شهادة فقط بل شهادة وزيادة. إذن الإعلان فيه شهادة وزيادة، لأنه من حضره من الناس يعلمون بوجود النكاح وهم أكثر من اثنين قطعا. لكن الفرق بين الإعلان والإشهاد أن الإشهاد يجب أن يكون على العقد نفسه، يعني في وقت التعاقد يكون حاضرين للإشهاد، وأما الإعلان فقد يكون متراخيا عن التعاقد، يكون متراخيا عن التعاقد. وبناء على ذلك فيقولون لو أن رجلا تعاقد هو ورجل آخر في مكان مغلق ولم يحضر التعاقد شاهدين، ثم خرج بعد التعاقد مباشرة أمام الناس وقال ليس سرا لنقول إنه نكاح سر، وكان الناس حاضرون خارج غرفة قال قد زوجت هذا الرجل زوجت وانتهينا، إذن يقولون يثبت لأن هذا يتحقق به الإعلان. فالإعلان لا يشترط فيه الموافقة لذات العقد، وإنما ذلك مشروط في الإشهاد فقط. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصحه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. أبو عوانة، نعم الصرف. طيب، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، قال: فإن الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الحديث ذكر المصنف أنه قد أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة، وذلك في المستخرج، قال وابن حبان والحاكم. هذا الحديث جاء عند أهل السنن من طريق سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث. وهذا الإسناد ظاهره الصحة كما صححه الأئمة كأبي عوانة وابن حبان والحاكم، إلا أن له علتين أعل بهما أحمد هذا الحديث. أحمد أعل هذا الحديث بعلتين. العلة الأولى ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال إن هذا الحديث لا يصح، لأن الزهري سئل عنه فأنكره، وقصد الإمام أحمد بذلك ما جاء عن ابن جريج أنه قال لقيت الزهري فأخبرته بهذا الحديث فأنكره، أي قال لم أحدث بهذا الحديث. وأجيب عن هذا الإعلال، أجاب عن هذا الإعلال الموفق بن قدامة بجوابين. الجواب الأول أنه قال إن إنكار الزهري لهذا الحديث لم ينقله عنه إلا ابن جريج فقط دون من عداه، ولم ينقله غيره، ولم ينقل هذا عن ابن جريج إلا ابن علية دون باقي أصحاب عبد الملك بن جريج. ف
فكأنه يعني يميل إلى أن هذا الإنكار في صحته عن الزهري نظر. ولكن طبعا أجيب عن ذلك بجواب معروف، أن ابن جريج كان له صحيفة عن الزهري فكان ينظر فيها، فإذا رأى حديثا مخالفا لما في الصحيفة فإنه حينئذ لا يقبل. وذلك طبعا هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما ذكره الموفق وتبعه فيه أبو الفرج بن الجوزي في التحقيق، أنه قال إن الزهري قد يكون حدث بهذا الحديث ثم نسيه، ومعلوم أن كثيرا من رواة الحديث يروون الحديث ثم ينسوه، بل الإمام أحمد نفسه نقل عنه أنه قال إني لأحدث أحيانا فأنسى بما حدثت سابقا. وقد جمع بعض أهل العلم كالخطيب البغدادي واختصر كتابه وزاد عليه السيوطي في من حدث حديثا ثم نسيه. والتحقيق عند علماء الحديث أن من حدث حديثا ثم نسيه فإنه حينئذ يقبل حديثه الأول لأنه حدث به. والحقيقة أن هذه الجواب فيه نظر أيضا، فإن الزهري لم ينسى الحديث، لم يقل نسيت، وإنما أنكره من باب النكارة، فدل على أنه أنكر هذا الإسناد. ولذلك فإن إعلال أحمد يبقى على محله. هذا هو الإعلال الأول لهذا الحديث. الإعلال الثاني، نقل ابن رجب في شرح العلل أن أحمد أعل هذا الحديث بأن عائشة رضي الله عنها خالفت فيه، فقد زوجت هي رضي الله عنها حفصة بنت عبد الله بن عمر وهي ابنة أخيها من غير ولي، وهذه لها جوابها، فإن عائشة رضي الله عنها قيل إنها زوجت وزوج معها الولي، فيكون الإجاب من اثنين لا من واحد، أو أن يكون هذا اجتهاد منها خالفها فيها غيرها رضي الله عنها من كبار فقهاء الصحابة كعمر وغيره، ولذلك قال أهل العلم كالترمذي وغيره العمل على ما قضى به عمر وغيره. طيب، هذا الحديث عرفنا ما يتعلق بالحكم فيه، وأن أحمد قد أعله، لكن من أهل العلم من صححه، ومنهم من ذكر المصنف كأبي عوانة وابن حبان والحاكم، بل من متقدم أهل العلم من صححه كيحيى بن معين، فقد جاء أن يحيى صحح هذا الحديث، وربما رده لإعلال أحمد بما سبق من رد نقله الموفق، وكذا حسنها الترمذي في السنن لما روى هذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. إذن المرأة إذا تزوجت بدون ولي بأن زوجت نفسها فالنكاح باطل، وكذا إذا أنكحها الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب فإن النكاح حينئذ يكون باطلا، لأنه قال بدون إذن وليها، وهذا الإضافة تقتضي التخصيص، وبناء عليه فإن وليها واحد وليس مطلق الولاية، فليس لها أن تتخير من الأولياء من شاءت إلا في صور محددة قد أشير لها بعد قليل في نهاية، منها إضافة لما سأذكره في نهاية الحديث، فيما لو كان لها وليان في درجة واحدة كأخوين شقيقين في درجة واحدة أو ثلاثة فتختار المرأة من شاءت ليزوجها لاستوائهم في الإدلاء إليها والقرابة منها. طيب، قال فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. هذه الجملة أصل عظيم بني عليه الكثير من الأحكام، فإن الفقهاء يقولون إن هذه الجملة دليل على أن المرأة يجب لها المهر المسمى، فيما إذا طبعا المهر المسمى إذا كان قد سمي، أو مهر المثل فيما إذا وطئت بشبهة بدون عقد، أو كانت قد زني بها مكرهة، فإنها حينئذ تستحق مهر المثل. إذا زني بها مكرهة غير راضية فإنها تستحق من الزاني إضافة للعقوبة عليه، يجب عليه أن يعوضها بالمهر هذا واحد. أيضا كذلك يقولون إنها تستحق مهر المثل، هذاك مهر المثل، وتستحق المهر المسمى فيما إذا كان العقد فاسدا. وانظر معي، العقود نوعان، عقود إما أن تكون عقودا صحيحة أو عقودا غير صحيحة، والعقود غير الصحيحة نوعان، عقود باطلة وهي التي أجمع أهل العلم على عدم صحتها، فهذه حكمها كحكم الزنا، فلا يثبت بها مهر ولا ولد إلا أن يكون المرء مغرورا، وهو الصورة الثالثة سأذكرها بعد قليل. وإما أن يكون النكاح
فاسدا وليس باطلا. والنكاح الفاسد هو النكاح الذي اختلف فيه، كأن يتزوج الرجل امرأة نكاح سر، والقضاء والفتوى على أنه مثلا النكاح السر باطل، فنقول هذا النكاح فاسد للخلاف فيه. فإن مذهب مالك ورواية مذهب أحمد أن النكاح باطل، وأما مذهب الشافعي وأبي حنيفة فالنكاح صحيح. أو تزوجها بلا ولي أو بدون إشهاد خلافا لمذهب مالك، وهكذا. إذن النكاح الفاسد هو المختلف فيه، فمن تزوج امرأة بنكاح فاسد فإنه يثبت لها المهر المسمى. الحالة الأولى إذا وطأها بشبهة، وطئها بشبهة أو زنى بها مكرهة ثبت لها مهر المثل. الحالة الثانية إذا نكحها نكاحا فاسدا فإنه يجب لها المهر المسمى. طيب، من نكح امرأة نكاحا فاسدا وكانت غير عالمة بالحال، إذا علمت بالحال والحكم فإن علمها يقوم مقام التطليق، يقولون يقوم مقام التطليق. فلو أن امرأة تزوجت بغير ولي ولم يكن قد حكم به حاكم، ما سجل في دولة مسلمة تعتمد على الأحوال الشخصية على مذهب من المذاهب المعتمدة، فنقول يجب عليك أن تجدد عقد النكاح بمثابة التفريق بينهم، تجدد عقد النكاح. فمن حين علم الزوج أو الزوجة أن ذلك ليس بجائز فإنه يجب بينهم الفرقة، إلا أن يكون قد حكم به حاكم. شوف، حكم به حاكم. طيب، الصورة الثالثة والأخيرة أقف عندها لأجل الوقت، وهي التغرير. فمن غر بامرأة في زواج فإنه يثبت لها المهر ولو كان الزواج باطلا، كأن يكون زوجها من قريب يحرم عليه الزواج به من محارمها، فيثبت لها المهر ويكون المهر على المغرر سواء كان هو الزوج أو غيره. الجملة الثالثة في هذا الحديث قوله فإن الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان يقوم مقام الولي في حالة واحدة أو في حالات. الحالة الأولى فيما إذا عدم الأولياء، الحالة الأولى إذا عدم الأولياء لم يوجد هناك ولي، فحينئذ يقوم السلطان مقام الولي في التزويج لقوله فالسلطان ولي من لا ولي له. الحالة الثانية إذا عضل الأولياء، يعني امتنعوا من التزويج وعضلوا المرأة وأبوا أن يزوجوها كفأها إذا تقدم لها، يجب أن يكون قد تقدم لها، فحينئذ يكون هذا عضلا، وامتنع جميع الأولياء من ذلك فتنتقل الولاية للحاكم مباشرة، تنتقل للحاكم إذا امتنع الجميع. وإذا امتنع الأول هل تنتقل للسلطان أم تنتقل لمن يليه؟ فيه روايتان في المذهب، فبعضهم يقولون وهي التي عليها العمل الآن في المحاكم أنه إذا امتنع الأول انتقلت للقاضي مباشرة درءا للخصومة. والرواية المشهورة وعليها أكثر متأخرين أنه إذا عضل الأول تنتقل للثاني بدون انتقال للسلطان. طيب، لنرتب الأولياء ليس باعتبار استحقاقهم وإنما في قضية تزويجهم والنظر للسلطان، فنقول القاعدة عندنا أن المرأة يزوجها وليها، فإن لم يكن لها ولي زوجها السلطان، فإن لم يكن في البلد سلطان زوجها ذو سلطان. ما الفرق بين السلطان وذو السلطان؟ السلطان هو الولي الولاية العظمى، ولي أمر المسلمين في البلد أو من ينيبه كالقضاة وغيرهم. فإن كان المرء في بلد أو المرأة في بلد ليست فيها ولاية مسلمين كالبلاد الأوروبية، هي بلاد ليست بلادا مسلمة، فحينئذ يزوجها ذو سلطان، والمراد بذو السلطان من له سلطة إما دينية أو دنيوية. دينية كأن يكون إماما في مسجد أو رئيسا لمركز، أو دنيوية كدهقان القرية وهو رئيسها أو المختار للقرية أو رئيس الطائفة طائفة المسلمين، أو أن يكون طائفة وأقلية قومية معينة في بلد معين، فهذا يكون ذا سلطان وليس سلطانا. طيب، فإن فقد السلطان وذو السلطان ولا ولي، فنقول تختار المرأة أي رجل من المسلمين فيزوجها، تختار أي واحد في البلد، هي في بلد ما فيه إلا 10 رجال 20 رجل وليس لأحد منهم سلطان، فتختار من شاءت منهم فيزوجها حينئذ. فإن عدم في البلدة رجل من المسلمين
هي امرأة لا ولي لها مسلم، والبلد لا يوجد فيها إلا مسلم واحد يريد أن يتزوجها، وهي محتاجة للزواج، فنقول هذه الحالة هي المستثناة الوحيدة التي يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، لأن عندنا القاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع. هذا هو مذهب، والرواية الثانية توافقه تماما من غير خلاف، أو اختيار الشيخ يوافقه تماما بلا خلاف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم. هذا حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما في رضا المرأة، فقال في الحديث الأول في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم. الأيم هي المرأة التي تأيمت بعد زوج، أي تطلقت، والمراد بذلك المرأة الثيب. فقال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أي تأمر بالتزويج، فيأتيها وليها فيقول: قد جاءك فلان، فإن قالت: زوجني إياه، وهو لفظ صريح بالرضا، فإنه حينئذ تزوج. وهذا معنى تستأمر، أي نقول لها: أتقبلين؟ فتقول: زوجني، فيكون بمثابة الأمر منها حين ذاك. وقال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. البكر لا تستأمر، وإنما تستأذن، فيكون إذن فقط، ولا يلزم الصيغة الصريحة، وإنما يكفي فيها الصمات كما سيأتي. وذلك قال: قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. والألفاظ الثانية من الحديث قريبة منها، لكن في كل لفظ منها فقه. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل على سبيل الإيجاز. أول مسألة فيه أن من شرط صحة عقد النكاح رضا المرأة، فيجب أن تكون المرأة راضية في عقد النكاح، وكذا الزوج. ودليل ذلك حديث الباب: حتى تستأمر وحتى تستأذن، فدل على أن رضا المرأة واجب، ويجب أن ترضى. واستثني من ذلك صورة واحدة فقط، وهي التي تسمى بولاية الإجبار، وهو الأب الذي يزوج ابنته من غير إذنها، من باب الإجبار، من باب الإجبار، تسمى ولاية الإجبار. ومشهور المذهب أن ولاية الإجبار تثبت للبنت البكري دون الثيب، سواء كانت البكر صغيرة أو كبيرة، فيجوز لأبيها أن يزوجها ولو لم ترضى. وبناء على ذلك، فلو أن رجلا زوج ابنته البكرة زوجا ولم تعلم به هي ولم ترضى به، فإنه حينئذ نقول إن العقد صحيح، وإنما يفسخ بخلع أو يفسخ بطلاق، ولا يفسخ بعدم الرضا وهو انتفاء الشرط. ودليل المذهب أن البكر هي التي يجوز تزويجها من غير رضاها الرواية الثانية حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو قوله: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر. انظر لوجه الدلالة، فإنه مهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها، فقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها والبكر تستأمر، قسم النبي صلى الله عليه وسلم النساء إلى قسمين: ثيب وبكر، وأثبت الحق لأحد القسمين وهي الثيب، فقال: الثيب أحق بنفسها. فمفهومه، وهو مفهوم التقسيم والحصر، أن القسم الثاني البكر ليست أحق بنفسها، وإنما لوليها أن يزوجها. إذن هذا هو دليلنا على أن الثيب يجوز، عفوا، على أن البكر يجوز لوليها أن يزوجها ولاية إجبار. الأمر الثاني، نمشي على مذهب، أنهم قالوا إن هذه الولاية خاصة بالأب دون من عداه من الأولياء، فلا الوصي ولا الجد ولا الأخ يزوج البكر بدون رضاها، بس الأب، لأنه أكمل شفقة من غيره. ودليلهم على ذلك قالوا: لأنه جاء في الحديث الثاني حديث ابن عباس: والبكر تستأمر، جاء في بعض ألفاظه: والبكر يستأمرها أبوها، فخصت ولاية الإجبار بالأب دون من عداه.
الرواية الثانية في المذهب أن ولاية الإجبار إنما هي خاصة بالبكر الصغيرة، فهي متعلقة بالصغر وليست متعلقة بالثيوبة والبكارة. وقالوا إن هذا الحديث وجهوه بأن الأصل فيه وجوب الإذن، لأنه قال حتى تستأذن، والإذن يتحقق من البكر أيضا، فدل على الوجوب. طيب المسألة الثانية معنا، انتهى الوقت؟ انتهى. طيب إذن نكمل، نعيد الأحاديث الدرس القادم ولو بسرعة. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.